حين كان نيلسون مانديلا يدرس الحقوق في الجامعة، كان أحد أساتذته واسمه بيتر يكرهه بشدة. في أحد الأيام كان الأستاذ بيتر يتناول طعام الغداء في مقصف الجامعة، فاقترب منه نيلسون مانديلا حاملا طعامه وجلس بقربه. قال له الأستاذ بيتر: يبدو أنك لا تفهم يا سيد مانديلا أن الخنزير والطير لا يجلسان معا ليأكل الطعام. نظر إليه مانديلا وأجابه بكل هدوء: لا تقلق أيها الأستاذ، فسأطير بعيدا عنك. ثم ذهب وجلس على طاولة أخرى. لم يتحمل الأستاذ جواب مانديلا فقرر الانتقام منه. وفي اليوم التالي طرح الأستاذ بيتر في الصف سؤالا على مانديلا: سيد مانديلا، إذا كنت تمشي في الطريق ووجدت صندوقا وبداخل هذا الصندوق كيسان، الكيس الأول فيه المال والكيس الثاني فيه الحكمة، فأي الكيسين تختار؟ بدون تردد أجابه مانديلا: طبعا سأخذ كيس المال. ابتسم الأستاذ وقال ساخرا منه: لو كنت مكانك لأخذت كيس الحكمة. أجابه مانديلا: كل إنسان يأخذ ما ينقصه. في هذه الأثناء كان الأستاذ بيتر يستشيط غضبا وحقدا لدرجة أنه كتب على ورقة الامتحان الخاصة بمانديلا غبي وأعطاها له. أخذ مانديلا ورقة الامتحان وحاول أن يبقى هادئا جالسا إلى طاولته، وبعد بضع دقائق وقف مانديلا واتجه نحو الأستاذ وقال له بنبرة مهذبة: أستاذ بيتر، لقد أمضيت على الورقة باسمك لكن لم تضع لي علامة. إياك أن تسمح لأحد أن يسرق منك ثقتك بنفسك واعتزازك بهويتك، حتى وإن كان أستاذك الذي بيده تقييمك أو رئيسك الذي بيده طردك من وظيفتك، لأن نفسك هي أغلى وأثمن من كل شيء.